النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جداً اللي هي الحياة اللي ادهالنا ربنا. تعرفين الحياة دي هبة؟ ربنا ادانا الحياة هبة مجانية. حد دفع فلوس عشان يجي في الأرض هنا وياخد الحياة دي؟ حد دفع فلوس؟ لا، احنا جينا وربنا ادانا الحياة ببلاش. عشان كده الحياة دي هبة مجانية من الله ادهالنا، واحنا لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على نفسنا، لأنه حياتي مش ملكي، حياتي ملك ربنا، وجسدي ده مش ملكي، ملك ربنا. ربنا اداني حاجات كتيرة قوي، فأنا لازم أهتم بجسدي وأهتم بصحتي. ممكن أهمل جسدي اللي ربنا اداهوني؟ أنا لازم أغذي نفسي كمان، يعني لازم أكل كل حاجة. الجسد في سننا ده عايز غذاء، فأنا لازم أكل. مين بيأكل كل حاجة؟ الله، برافو كارولين، برافو. مين بيأكل كل حاجة؟ في حاجات ممكن ما ناكلهاش، في حاجة تقول لك لا مش عايز دي، انا ما احبش ده، انا في اولاد كده، فتلاقيه مش مينا. مينا ما بتحبش ايه يا مينا؟ مينا ما بيحبش الجبنة. احنا لازم مينا يتعلم ويتعود انه ياكل الجبنة ويشرب اللبن. الحاجات دي مهمة ومفيدة جدا، ما ينفعش في السن الصغير ده نقول ان انا مش هاكل ده او مش عايز ده. لازم اكل كل حاجة، لانه الجسد عايز يتغذى، فالجسد عايز كل الفيتامينات. لازم اكل كل حاجة، كل حاجة ماما وبابا بيعملوها لازم ناكلها، عشان جسدنا محتاج ده، وبكده نقوي العضلات، وبكده يكون عندنا صحة حلوة، وكده نقدر نشتغل ونقدر نركز ونقدر نذاكر ونقدر. في الصحة دي نعمة بيدهاني ربنا، بس ممكن ابعد عن الحاجات المضرة، الحاجات المضرة، واسأل بابا واسأل ماما، كل الحاجات الحافظة دي نبعد عنها لانه بتضر جسدنا. لكن الحاجات الحلوة اللي فيها غذاء بابا وماما بيوفروها لنا في البيت، يبقى لازم انا اكل كل حاجه. ما ينفعش اقول زي مينا انا مش عايز اللبن، مش عايز الجبنه، مش عايز الحاجات، لا، اكل كل حاجه ربنا بيدهن. ونعمه كبيره، بشكر ربنا على كل عطاياه. الحياه ربنا ادهاني هديه، بشكر ربنا كل يوم عليها، وانا بحافظ عليها ان انا كمان اغذي جسدي بالاكل والشرب والنعمه اللي ادهاني ربنا، وبغذي روحي كمان في حياه الصلاه، في الكنيسه، في القراءة في الكتاب المقدس. وانتوا حلوين واكيد بتعملوا كده، صح؟ برافو عليكم، شطار.